نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوانا لو تتقدموا، لأن يعني هذا التفرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، فلا تجعلوا يعني للشيطان لنا مدخل في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، بارك الله فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وأتى ذو الحليفة. ذو الحليفة يسمى اليوم بأبيار علي. أتى المسجد وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. ليس هناك للإحرام سنة، لكن يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يأتي، وإذا أدرك وقت صلاة أو كان من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء، يصلي ثم بعد هذا يكون الإحرام. أحرم عليه الصلاة والسلام وأهل. يقول جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. ليست كلمة تقال باللسان، قول وعمل واعتقاد. أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك إجابة بعد إجابة. لماذا؟ لنداء الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تقول: يا رب أنا ملبي لندائك. لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك إسعاد بعد إسعاد. أسأل الله من فضله. أهل بالتوحيد، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. تحمد الله على ماذا؟ على الإسلام، على طريقة أهل السنة والجماعة، على الحج، على كل شيء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام على من زاد من الصحابة رضوان الله عليهم، فلك أن تزيد ولا إشكال بما زاد الصحابة رضوان الله عليهم. متى تلبي؟ تلبي على ما يذكر شيخ الإسلام إذا بدأت في المشي. توقفت السيارة أو الحافلة، ثم عندما تتحرك تبدأ تلبي، تتذكر بهذا إجابة نداء الله سبحانه وتعالى. التلبية شيء والنية شيء. أنا الآن هنا في هذا المكان قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هل دخلت في النسك؟ لا. لكن جاء إنسان إلى الميقات ونوى بقلبه ولم يلبي وخرج للحج، حجه صحيح. وذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ركن من أركان الحج. الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. التجرد من الثوب والعمامة والخفين والجوربين والسروال والفلينة وما إلى ذلك، هذا من محظورات الإحرام، لأنه قد يحرم في لباسه. لو أحرم في لباسه، نوى في لباسه ولم
يلبس الإزار والرداء، الحج صحيح. نعم. طيب، وأهل الناس بالذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لزم عليه الصلاة والسلام هذه التلبية وزاد بعد الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، أول ما يصنع الحاج عندما يصل إلى مكة يبدأ بالمناسك، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. وإن وضع الأغراض مثلا في الفندق أو ارتاح لا إشكال. طاف عليه الصلاة والسلام أشواط سبعة حول البيت، بدأ بالحجر الأسود وانتهي بالحجر الأسود دون أن يدخل في الحجر على ما يسميه بعض الناس، يطوف يجعل البيت عن يساره، لأنه عندما يستقبل الحجر الأسود يكبر ثم يأخذ ذات اليمين ويكون البيت عن يساره. رمل عليه الصلاة والسلام أشواط ثلاثة مسارعة في المشي دون الهرولة، أشد قليل من المشي لكن دون الهرولة. وكذلك يسن في هذا الطواف، هذا طواف القدوم عند المفرد وكذلك عند القارئ، وطواف العمرة عند المتمتع، ركن هنا عند المتمتع. ماذا يصنع في هذا الطواف؟ يرمل الأشواط الثلاثة ويطبع بأن يجعل طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن ويلقي بالطرفين من على الكتف الأيسر في الأشواط السبعة، بعد أن ينتهي يغطي الكتفين خلافا لما يصنع بعض الناس هدانا الله إياه. ثم عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم أشواط سبعة كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دون الزيادة التي يذكرها بعض الناس: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للشوط الأول والثاني والثالث والرابع كما يفعل بعض الناس هدانا الله إياه. ماذا تصنع؟ تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى، يعني بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو تستغفر أو تقرأ القرآن، تكثر من ذكر الله. ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، هذه الركعتين سنة الطواف. يسن هنا في هذا الطواف أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من الباب إلى الصفا، لأن المسعى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج البيت، حتى كانت هناك يعني أسواق بين المسعى وبين المسجد الحرام. خرج عليه الصلاة والسلام على ما جاء في الرواية، لكن في هذه الأيام المسجد تسع ولله الحمد. عندما قدم على الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله. إذا تبتدئ بماذا؟ بالصفا. الصفا يبدأ السعي بالصفا، معنى هذا أن من الصفا إلى المروة شوط، لأنه انتهى عليه الصلاة والسلام ويكون الفراغ من السعي بالمروة. إذا عندما يذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط، خلافا لما يصنع البعض يعد أن الذهاب إلى المروة
مع العودة شوط واحد، هذا معناه أنه ينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا يصعد عليه، يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على هذا الجبل قبل أن تفتح له مكة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحو، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء، أوذي وعودي، وقالوا له تبا لك لهذا جماعتنا، ورموه بالكذب والكهانة وكذا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقد أتم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة، دخل الناس في دين الله أفواجا، ورجعت مكة وأصبحت بلاد إسلام ولم يبق فيها صنم. صعد وتذكر هذا الموقف، الموحد إذا ارتفع يكبر، لماذا؟ حتى لا يتعاظم في نفسه هذا التوحيد. إذا أراد أن يذبح الشاة عندما يأتي والله سبحانه وتعالى مكن من هذه البهيمة، يقول بسم الله والله أكبر حتى لا يتعاظم في نفسه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقبل البيت، تستقبل القبلة، تصعد على الصفا، وقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الموحد حتى لا يتعاظم في نفسه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره، له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على ماذا؟ على كل شيء. والحمد هنا يكون أيضا على ما أنعم الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام من إتمام النعمة وإظهار الدين وإظهار النبي عليه الصلاة والسلام، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن جندنا لهم الغالبون، نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاه الله على أعدائه، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، عبد أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده، تبرأ من حوله ومن قوته، ثم دعا ثم أعاد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعاد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم نزل إلى المروة وسعى بين العلمين. تتذكر وأنت تسعى في هذا الموضع حال هاجر، جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضعها في مكان في وادي ليس فيه ماء ولا طعام. انظر إلى التوحيد، أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، وضع هاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ومشى، امرأة ضعيفة ليس معها شيء ومعها ولد ترضعه، وادي غير ذي زرع، فأخذت تنادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ تناديه وهو لا يلتفت، طاعة لله، خليل الرحمن الذي وفى، ومشى وهي تجري وتنادي يا إبراهيم إلى من تتركنا،
حتى أن الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تقول: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ عرفت أن هذا ليس بفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أمرك بهذا، يعني هل الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فوالله لا يضيعنا الله. امرأة مؤمنة، ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتتذكر ما كانت عليه هاجر، لم تقل يأتينا الرزق ولا نسعى لرزقي وكذا، جنون منك، يقول جنون منك أن تسعى لرزقي، أعوذ بالله، كيف؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي، يقول جنون منك أن تسعى لرزقي، أخذت تسعى وتجري بين العلمين، كان هناك وادي، فأنت تتذكر ما كانت عليه هاجر. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن العبد في هذا الموضع يسعى ويشتد ويتذكر بهذا إقباله على الله، ويتذكر أن السعي في الدنيا يحدد السعي على الصراط، منهم من يبرك البرق، فالعمل في الدنيا يحدد العمل يوم القيامة. سعى بين العالمين حتى وصل إلى المروة، هل لا بد له من صعود الجبل سواء في الصفا أو في المروة؟ لا، إلى نهاية، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: حد العربات، يعني لا يلزم أن يدور هناك، يعني في الطابق الثاني مثلا أو في السطح مثل الدائرة يدور منها، لا يدور، مجرد أن ينتهي إلى نهاية حد العربات يدعو ويرجع. صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ودعا، والثانية ودعا، والثالثة ودعا، ثم رجع إلى المروة وسعى بين العالمين. فعل هذا حتى أنه عندما كان في الشوط السابع، يعني من الصفا إلى المروة، النهاية تكون في المروة، هل يقف على المروة؟ لا يقف. ولماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادات في آخر العبادات لا دعاء، كما في الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة قط، وكذلك هنا ماذا تصنع هنا؟ المفرد والقارن، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، المفرد والقارن يبقى على إحرام، المتمتع هنا أتم العمرة يقصر ولا يحلق، هذه هي السنة، نعم، حتى يبقى له شيء يحلق في الحج بإذن الله. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يجعلوها عمرة ويتمتعوا إلا من ساق الهدي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة إلى يوم الثامن، يوم التروية. يوم التروية دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ضحى، يعني تقريبا في الساعة العاشرة أو الحادي عشر، وصلى بها في يوم الثامن. يصلي الحاج الرباعية ركعتين، صلى بها الظهر ركعتين في وقت الظهر، ثم صلى العصر في وقت العصر ركعتين، ثم صلى المغرب في وقت المغرب، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر في وقته. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أين؟
السنة في دخول عرفة على ما ذكرنا يدخل بعد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أين؟ بنمرة، ثم بعد هذا يدخل عرفة. المسجد الذي في عرفة في مكان يقال له نمرة، مقدمة المسجد خارج عرفة ومؤخرة المسجد داخل عرفة، فماذا تصنع؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في الوادي، ارتاح عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم عرفة يوم دعاء، فيرتاح الآن حتى تكون له قوة في أن يدعو إلى أن تغرب الشمس. هذا بعد الدخول إلى عرفة، يعني بعد الصلاة، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. ثم خطب عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وذكر الناس بتوحيد الله، ترك ما عليه أهل الجاهلية، ترك الربا، ذكر الناس بالنساء. بعض الناس يذكر لك في هذا الأيام يقول يعني ما بقي لديكم شيء إلا أن، هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة صلاة جمعة؟ لا، صلاة ظهر. الأدلة كثيرة، الجمعة لا يمكن أن يجمع معها العصر، والجمعة اسمع، والجمعة يجهر فيها الإمام بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسر. نعم. طيب، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن، أذان الجمعة يكون قبل الخطبة، وهنا الأذان وقع بعد الخطبة. أذان ثم إقامة ثم صلى الظهر ركعتين ثم أقيمت صلاة العصر وصلى العصر، ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف بها مستقبل القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس، واقفا بعرفة. ما معنى واقفا بعرفة؟ يعني على قدميه واقف؟ لا، الوقوف بعرفة يعني المكوث بعرفة. فأنت تدخل إلى عرفة وتبقى بها تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكر الله إلى أن تغرب الشمس، وبعد أن تغرب الشمس تتحقق من غروب الشمس حتى تجمع بين الليل والنهار بالوقوف بعرفة، وهذا واجب، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. هل تنفل النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر أو قبل الظهر أو بعد العصر؟ لا، عندما غربت الشمس قال له أحد الصحابة رضي الله عنه الصلاة، قال الصلاة أمامك، إذن دخل وقت المغرب الآن. هنا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انطلق من عرفة إلى مزدلفة، من المشعر الحلال إلى المشعر الحرام، وشنق على القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت يعني تصعد يرخي لها قليلا، وقال السكينة 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 السكينة، لأن هذه عبادة وأنت تتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد على الجبل، أي جبل الرحمة، هذا الجبل الذي عليه العلامة، لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن تقف أسفل الجبل أو في أي مكان دون الصعود إلى الجبل، وما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم. أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، يركب ما يركب الناس، ركب الحمار وركب البعير وركب الخيل، يلبس ما يلبس الناس، يجلس في المسجد ويدخل الداخل، ولا يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الصحابة،
كان يدخل الداخل المسجد ويقول أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام، يمشي ويردف الصحابة، صغار الصحابة وغيرهم، العبيد والموالي، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مزدلفة قبل أن يصنع أي شيء، صلى عليه الصلاة والسلام بها المغرب والعشاء. المغرب جمع تأخير، بأذان واحد وإقامتين، أذان ثم إقامة ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تقام صلاة العشاء ويصلي العشاء ركعتين. ونام عليه الصلاة والسلام، وهذا في التنبيه لبعض الناس ممن يسهر في هذه الليلة أو يجمع الحصى ويصعد إلى الجبال وكذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الذي لا يأتيه نوم في هذه الليلة يتظاهر أنه نائم، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الليلة ترتاح فيها، لأن هناك يوم العيد أعمال كثيرة، رن حط رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، والجمرة الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات عن منى، ثم ينحر ثم يحلق وهو الأولى، ثم يطوف طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج على المتمتع والقارن والمفرد. نعم، وهذا الطواف لا يمكن أن يقع قبل الوقوف بعرفة. نام عليه الصلاة والسلام إلى الفجر. هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكذلك ركعتا الفجر. صلى عليه الصلاة والسلام بمزدلفة صلاة الفجر في أول الوقت، ثم وقف عليه الصلاة والسلام يدعو. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر مواطن الدعاء، هذا هو الموطن الثالث في الطواف وفي السعي وفي عرفة، هذا هو الموضع الرابع في عند المشعر الحرام، ومنى كلها مشعر. وقف استقبل القبلة وأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام حتى أسفر، يعني قربت الشمس من الطلوع، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى. انظر ماذا حدث، مشى عليه الصلاة والسلام مع طلوع الفجر، طلوع الشمس، مع طلوع الشمس الآن دعا عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، وقفت ها هنا في مزدلفة، مشى عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، خطب الناس، ثم نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، وأكمل عليه رضي الله عنه بقية 100 بدنة، ثم أمر بأن تؤخذ قطعة من كل بدنة ووضعت في قدر وطبخت، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى وكان يفتي الناس، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بها الظهر. سبحان الله، في يوم واحد، ليس في يوم، أقل من نصف يوم، رمى جمرة العقبة وخطب في، قلنا صلى بمزدلفة ودعا إلى أن قربت الشمس من الظهور، خطب في الناس، انطلق إلى منى، رمى جمرة العقب سبع حصيات وخطب في الناس، ذبح نحر 63 بدنة بيده وأكمل علي رضي الله عنها 100، ثم طبخت وأكل وشرب وحلق ونزل إلى مكة، طاف وسعى وخطب في الناس وكان يفتي الناس،
ورجع إلى منى وصلى بها الظهر. بركة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا حصل التحلل الأكبر بالطواف. بقي عليه الصلاة والسلام، هذا هو يوم العيد الآن، ولم يحرج النبي صلى الله عليه وسلم على من قدم وأخر، أي هنا في الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، رنحق رمي ونحر وحلق وطواف، يقدم ويؤخر لا إشكال. بات بمنى وكان يرمي في أيام التشريق الثلاثة، الجمرات الثلاثة، يبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات اليمين ويقف عليه الصلاة والسلام وقوف طويل يدعو، ثم يتقدم إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف طويلا ويدعو، ثم يأتي إلى جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ويرميها بسبع حصيات وينصرف. وذكرنا هذا من نهاية العبادات لا دعاء، وهذا هو الموضع الخامس من الدعاء في الحج على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع ورجع إلى المدينة، هذا ما يتعلق بحج النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في الخروج إلى التنعيم حتى ترجع بعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هوت عائشة رضي الله عنها شيء، وكذلك أمهات المؤمنين، وافقها النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج معها عبد الرحمن واعتمرت من التنعيم ولم يعتمر هو لأنها حاضت وأدخلت العمرة على الحج وكانت قارنة، والناس رجعوا بحج وعمرة، فأحبت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. نريد أن نذكر قواعد في البيوع وترتاح، فت ولا تفتي أحد، يقال والله أعلم أرجح المذاهب في البيوع هو مذهب إمامنا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. لماذا؟ لأنه تمسك بأصل، وهو الأصل في البيوع حل والحمد لله، أي معاملة من المعاملات اختلفنا فيها، هذا يقول هذه المعاملة حلال وهذا يقول هذه المعاملة حرام، نمشي على قول من يقول بالحل، والذي يدعي التحريم لابد أن يأتي بالدليل. هذه قاعدة، مفهوم؟ نعم. القاعدة الثانية عندنا وترتاح من شروط البيع وكذا، إذا المعاملة خلت من ثلاثة أشياء على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كانت حلال والحمد لله. إذا موانع البيع ثلاثة عند شيخ الإسلام وارتاح. المانع الأول من موانع البيع أن يكون في البيع أو في المعاملة ربا، وسوف يأتي معنا ربا فاضل أو ربا نسيئة. مثاله قال أريد أن تصرف لي هذه المئة يورو بالريال السعودي، قال طيب متى تعطيني؟ قال الآن، أعطني المئة وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك 500 ريال سعودي. يصح؟ هنا مانع وهو الربا، لابد من التقابض الآن. نعم. طيب هذا مانع أول،
أن يخلو البيع من الربا، أو المانع أن يكون في المعاملة ربا، إما ربا الفضل أو ربا النسيع ويأتينا. الثاني أن تخلو المعاملة من الظلم، سيأتي. يقول: ادخل إلى هذا المكان وأغمض عينيك، وأي شيء تحصل عليه فهو لك بعشرة. وقد يكون هنا أشياء تساوي 20، وأشياء تساوي 10، وأشياء تساوي 5، فقد يظلم هذا، صحيح؟ أي نعم، وما يرى هذه الأشياء. وكذلك الثالث، المانع الثالث، الغرض والجهالة، غرض وجهالة. إذن ثلاث موانع، وارتاح في البيوع: ربا وظلم وغرض وجهالة. وسيأتينا بإذن الله أمثلة على هذا. قال: الأصل في البيع الحلم على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. شروط البيع: التراضي بين الطرفين، فلو امتنع هذا تبيعني هذا الكتاب؟ قال: لا. قلت: خذ العشرة، أخذت الكتاب ومشيت، فالبيع باطل. طيب، ألا يكون في غرض وجهالة، فيدخل فيه، قال: بيع الآبق. لديه عبد، لكن هذا العبد آبق، فر عنه. أقول له: اسمع، بيعني هذا العبد. قال: العبد هذا آبق. قال: لا عليك، تبيعني. البيع العبد في الأصل لو كان عند السيد يساوي كم؟ يساوي 10,000. الآن وهو آبق لابد أن يبيع بكم؟ 5,000. اترك العبد. سرقت سيارة الشيخ، قدر الله سبحانه وتعالى، وسرقت. فأتي أقول: تبيع السيارة؟ قل: كيف؟ قل: أنا أشتريها منك يا أخي، سيارة مسروقة. قل: أنا أشتريها. قد يربح البائع وقد لا أربح، وكذلك أنا قد أربح وقد لا أربح. نعم. أو الشارد لديه كلب صيد، يصح اقتناء كلب الصيد، لكن نهى عن ثمن الكلب، إذا لا يصح المثال أصلا، اترك هذا المثال. طيب، لديه طيب صقر وشرد هذا الصقر، تبيعني هذا الصقر؟ قال: نعم، تراضينا وبعنا واشترينا، يصح البيع؟ تحقق الشرط الأول الرضا، ولم يتحقق الشرط الثاني. طيب، يقول: لديه سيارة الشيخ، معليش يعني اسمحوا لي في الأمثلة حتى تفهموا، يعني لديه سيارة بورش موديل 2013، ولديه سيارة بيجو موديل 80، فقال: اسمع، أبيعك إحدى السيارتين. قلت: قبلت. يصح البيع؟ لا يصح، لابد يعين لي السيارة، لأني قد أربح وأخذ البورش، أو تكون الخسارة بشراء البيجو. نعم، لكن هذا الشيخ لديه سيارات في معرض كلها بورش موديل 13، مواصفات واحدة تختلف في الأنواع، لا فرق في السعر. قال: اختار أي سيارة من هذه السيارات أمامك بكم؟ 200,000 يورو. مفهوم؟ يصح البيع؟ يصح، لا غرر ولا جهالة. طيب، قال: خذ هذه الحصى، خذ هذه الحصى، وهذا المعرض فيه سيارات مختلفة: بيجو ومرسيدس وبي ام وبورش وكذا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يقول: ارمي هذه الحصى على أي سيارة وقعت هذه الحصى فهي لك ب100,000. قد أرمي هذه الحصى وتقع على سيارة تساوي 50، وقد تقع على سيارة تساوي 100،
أو تقع على سيارة تساوي 300 مثلا، يصح البيع؟ لا يصح. طيب عندنا الآن محلات تجارية مكتوب عليها كل شيء بعشرة، صحيح؟ تدخل ترى السلع، هي في الحقيقة السلع أمامك والأسعار موحدة، يصح البيع؟ يصح، لا إشكال، لا غرر ولا جهالة ولا ظلم، وهي في الغالب أن كلها تساوي عشرة وترى أمامك السلعة ولا إشكال في هذا. نعم. يقول هذا الشيخ لديه بقرة حامل، قال أبيعك ما في بطن البقرة الحمل. لماذا؟ ما أدري عن هذا الحمل، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أعرج أو كذا. طيب سؤال ثاني، هل يصح أن يبيع البقرة وهي حامل؟ نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت قاعد عند الفقهاء، تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يصح أن يبيع الحمل؟ لا. هل يصح أن يبيع البقرة وهي حامل؟ نعم، لأن هذا تابع ولا إشكال. مثاله، مثال آخر، الآن لديه قصر وأنا أريد أشتري من هذا القصر، فجئت إليه، تبيع القصر؟ قال نعم. أقول له لابد أن أرى كل شيء في القصر، أساسات الجدران وما في داخل الجدران من أسلاك الكهرباء وخزان المياه من الداخل، أكسر شيء من حتى أرى الأساسات وأرى الأسلاك وأرى كذا وكذا. يقول يا أخي، قل لا، أنا ما أريد بيع فيه غرض. نقول لا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والظاهر عنوان الباطل، لك أن تفتح بعض الأشياء وكذا، أما تكسر وتدخل تبحث عن الأساسات ويأتي بحفارة ويحفر الأساس وكذا، لا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. طيب أن يقع العقد من من هو مالك للسلعة، الآن هذا كتاب الشيخ، جاءني الشيخ جزاه الله خير قال أبيعك هذا الكتاب، هل يصح البيع؟ ننظر، يمتلك هذا الكتاب؟ لا. هل أذن له صاحب الكتاب في بيعه؟ إذا أذن له فالبيع صحيح، وإلا فالبيع باطل. طيب ألا يكون فيه ربا البيع، وهذا تقدم معنا من الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. توقف، الله أعلم أن أرى هذا. أنا توقف، كم بقي الفجر؟ شو وقت؟ الحمد لله. ربا الفضل وربا النسيئة. ما حكم الربا أخوانا؟ نعم يا أخي، محرم خطأ. ما حكم الربا يا أخي؟ كبيرة من كبائر الذنوب. لو سألك سائل ياخذ طالب علم بس بعامة تحدد الحكم بالضبط، لو قال لك قائل ما حكم الذبح لغير الله محبة وتعظيم؟ تقول حرام، لا يجوز، شرك أيضا، حتى عندما تقول شرك خطأ، تقول شرك أكبر مخرج من الملة، يخاف هذا. أما تقول له لا ينبغي، مكروه على قول السلف، لا، ما يصح هذا أخواننا. أنت طالب علم تحدد الحكم بالضبط وتخوفه؟ نعم، أفهم
أجلس، أصبر. ما حكم الربا؟ طيب، من أنكر تحريم الربا، أنكر تحريم الربا، معلوم من الدين بالضرورة يا أخي، كافر كفر أكبر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ولا يدري يعلم، أصر كافر، رجع تركنا. طيب، هذا الأصل أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. هناك بعض المسائل اختلف فيها العلماء في الربا، صحيح أم لا؟ لم يختلفوا في الأصل، صح؟ نعم، اختلفوا في بعض المسائل. فلان من الناس يقول أن هذه المعاملة جائزة، وفلان يقول أنها ربا. هذا الذي يقول بحل هذه المسألة، هل أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، مفهوم؟ إذن الربا في الأصل أجمعت عليه الأمة، لكن هناك بعض المسائل اختلف فيها الفقهاء. فمن قال بحل هذه المعاملة، هل نقول عنه أنه كافر كفر أكبر وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. إذن في الأصل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أنكر تحريم الربا فهو كافر كفر أكبر، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام يعلم، أصر كفر، رجع نعذر. مفهوم؟ طيب، ربا أقسام الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة يعني التأخير. مفهوم؟ كم؟ ربا فضل وربا نسيئة. الله أعلم أن توقف أسمع. ها؟ واصل؟ ما أظن. إلى غدا إن شاء الله. غدا صلاة الفجر إن شاء الله نتم الكتاب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.